حول هذا الموضوع مشاهدينا انضموا الينا عبر سكايب الكابتن سمير صبري لاعب منتخب مصر السابق. مرحبا بك كابتن سمير. اهلا بكم بالساده المشاهدين. كابتن سمير، لعلك سمعت الان الفيديو، في عبده بتقول قولوا يا رب. انت ما قلتش يا رب ولا ايه؟ لا، كلنا قلنا، احنا كلنا طبعا مساندين لمنتخب مصر، وكنا طبعا يعني حزينين جدا اللي حصل والخروج يعني الغير يعني خروج صعب جدا، وكنا نامل المنتخب ياخد خطوه احسن من كده، ولكن في اسباب، يعني في اسباب. احنا لو بينا نحلل اسباب خروج المنتخب المصري، هو خروج طبعا صعب جدا. اول حاجه في اختيار من المسؤولين، اثنين في اختيار من المدربين، في مجاملات حصلت لاختيار لاعبين معينين، كان من الممكن اختيارات افضل من كده واحسن من كده. عندك يعني حسين اتحاد من لاعب احسن لاعب في واخد الدوري الاماراتي احسن لاعب، كان ممكن ينضم، كان ممكن وليد سليمان من النادي الاهلي، مؤمن زكريا، ولكن الاسلوب الدفاعي او الاختيارات الدفاعي او اختيارات مستر كوبر هي الاختيارات الدفاعيه المبالغ فيها. يعني من الممكن تلعب مدافع، ولكن عندما تحرز على الكره لازم يتم انتقال هجومي، واحنا ما شفناهوش الا في وجود محمد صلاح المباراه الثانيه، ومحمد صلاح طبعا ما كانش جاهز، لو كان جاهز كان ممكن الاسطوره تبقى افضل من كده. طبعا اربعه المبالغه في التفاؤل عن طريق الاعلام، يعني شفنا الاعلام ضخم الموضوع وحط منتخبنا الوطني في حجم اكبر من يعني الحجم اللي هو فيه والمستوى اللي هو فيه. نمره خمسه الضعف، البطوله المحليه كانت ضعيفه جدا. طيب بهذه النقاط التي ذكرت كابتن سمير، الى اي مدى يمكن ان نقول ان هيكتور كوبر قد اخطا بهذه الخطه؟ لا طبعا، هو في حاجه يعني لازم الناس تعرفها، ان المستويات الافريقيه او الاحتكاك الافريقي غير الاحتكاك الدولي في بطولات مثل كاس العالم. يعني كاس العالم كواليتي مختلف، لعيبه مختلفه، بطوله قويه عكس البطوله الافريقيه. انت بتلعب في احسن انديه في اوروبا، يعني سواريز، عندك لعيب زي كافاني بيلعب باريس سان جيرمان، لعيب زي جودن بيلعب في اتلتيكو مدريد، خيمينيز، لا لعيبه على مستوى عالي وكواليتي ثاني، غير الاحتكاك ان انت كنت بتلعب في كره افريقيا امام فرق متوسطه او فرق ضعيفه. طيب فمستر كوبر نجح برضه، عشان نديله حقه، نجح انه يوصل لمنتخب مصر النهائي فاينل افريقيا، ووصل لكاس العالم بعد 28 سنه، واحنا شفنا في فترات كبيره عدم وصول المنتخب كان شيء غير جيد ولا يليق بسمعه الكره المصريه. طيب الكواليس التي ذكرت مؤخرا عما حدث داخل فندق اقامه المنتخب كابتن سمير، الى اي مدى اثرت هذه سلبا على اداره او اداء الفريق؟ طبعا ده خطا اداري ومسؤول عنه هم اتحاد الكره اعتقد، يعني او المدير الاداري للمنتخب او المسؤول مدير الكره للمنتخب، لازم يبقى في نظام، لازم يبقى في فصل بين اللاعبين وبين الزائرين، بين الفنانين وبين اولاد يعني مسؤولين في اتحاد الكره. احنا شفنا صور يعني لا تليق باسم المنتخب ان يتخبط على اللعيبه في الغرف بتاعتهم. طيب بغض النظر انها تليق او لا تليق كابتن سمير، الى اي مدى يمكن ان نقول انها اثرت على اداء اللاعبين؟ اي نعم، خلت من يعني انت عارف اللاعب لازم يكون معدود فنيا وبدنيا وذهنيا، لازم اللاعب يكون كل تركيزه ينصب في الشغل داخل الملعب، ويتم فصله بعيد عن الجماهير، بعيد عن المسؤولين، لازم يكون مقفول على المنتخب، وده اللي حصل معانا قبل كده. يعني انا كنت من جيل 2006، يعني كان في فصل، كان في ممكن زيارات، ولكن في حدود. يعني انت كلاعب ما تقدرش تقول لواحد من الجمهور مش هتصور معاك، او حد جاي وانت نازل تتغدى او تتعشى مش هتصور معاه، ولكن لازم في فصل، في نظام، في فندق خاص للمنتخب، ما فيش اي حد من الجماهير او من الفنانين او حتى اهالي مثلا او اسر مسؤولين اتحاد الكوره يكونوا متواجدين في الفندق اللاعبين. انت جاي تساند المنتخب، تساند في المدرجات، تشجع وتدعم. لكن ذات الموضوع كابتن سمير، حدث مع منتخبات دوليه اخرى
يعني ذهب معها المشجعين. لماذا أثر ذلك على المنتخب المصري فحسب؟ لا انا في عده طبعا اسباب. هو طبعا يعني هو ممكن ياثر لحدود معينه، ولكن في عوامل ثانيه. في عندك اسلوب لعب ما كانش جيد، عندك توالد اللاعبين، في لاعبين غير جيدين، انت كنت محتاج لعيبه عندهم فعاليه هجوميه، غياب مفهوم اللعب من الفوز والمغامره مش موجود في المنتخب، ضعف القاعده بتاعتك اللي انت بتختار منها، بتختار لعيبه دوليه ولعيبه محليه، اللعيبه المحليه اللي انت جايبها برضو الدوري بتاعك ضعيف. احنا شفنا النهارده تونس والشكل بتاعها، شفنا السعوديه، شفنا المغرب يعني يمكن افضل شويه واحسن شويه، ولكن لا ضعف القوه البدنيه، انت بتقابل مستويات عاليه جدا ومستويات متقدمه كوره. شكرا جزيلا لك كابتن سمير صبري لاعب منتخب مصر السابق، كنت معنا عبر سكايب.